هاي، عبر التاريخ تمكنت العديد من الشخصيات من الوصول للقمر، أولهم رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ وتبعه كتار باز ألدرين، رائد أمريكي بقي على القمر 12 يوم خلال مهمة أبولو 11. تشارلز بيت كونراد هو رائد وصل للقمر سنة 1969 خلال مهمة أبولو 12. ألان بين هو رابع شخص يوصل على القمر سنة 1969. ألان شيبرد وصل للقمر سنة 1961 وما مشي على سطحه غير لسنة 1971. إدغارد ميتشل هو ضابط بسلاح الجو تمكن الوصول للقمر خلال مهمة أبولو 14. ديفيد سكوت، جيمس إيروين وجون يونغ وصلوا على القمر سنة 1971 برحلة أبولو 15. مين قال إنه هاريسون هيجن شميت هو أول عالم جيولوجي يوصل للفضاء الخارجي سنة 1972؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.